مظلة رابطة العالم الإسلامي وبرعاية ودعم من المملكة، وجمع للمرة الأولى كبار علماء أفغانستان وباكستان لتحقيق المصالحة بين أبناء الشعب الأفغاني. وقع كبار العلماء في جمهورية باكستان وأفغانستان بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة الإعلان التاريخي للسلام في أفغانستان الذي يمهد طريق الحل للأزمة الأفغانية التي طال أمدها. وتقدم علماء باكستان وأفغانستان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالشكر والتقدير لموقف السعودية الثابت والتاريخي تجاه دعم السلام والاستقرار في أفغانستان، منوهين بجهود المملكة الصادقة بمد الجسور وتوحيد الصف التي تكللت بجمع علماء الجانبين على منبر واحد، كما شددوا على أهمية المملكة في بناء التضامن والوفاق في الأمة الإسلامية، مؤكدين تطلعهم إلى دعمها المستمر للمحافظة على الزخم الذي ولده هذا الإعلان في أوساط العلماء في العالم الإسلامي عموما وفي أوساط العلماء في باكستان وأفغانستان خصوصا.